انه هي امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، اقسم بالله يا شيخ ما صح مزوده صح ولا صح حرف ولا صح كلمه. احنا من كنا صغار يا شيخ ما كنا نفهم. كانت امي، طبعا اهلي ما مهتدين بس انا مهتديه، والحمد لله تزوجت مسلم غصبا عنهم وهاجرت من العراق. الرقم عندك موجود نعم نعم يا شيخ، اقسم بالله كانت امي تخلينا نسب الصحابه ونسب امنا عائشه، بس ما كنا نعرفها مين هي، ما كنا نعرفها انه هي زوجة النبي. اقسم بالله كنا نعرفها انه يعني كانوا يقولون انه هذول كفار وانه قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا ما كنا نعرف، ما كنا ندرس ولا كنا نعرف الدين. فانا ما شفت هذا المنام، انه انا صح ما حسيت حالي موجوده معهم، لان بالورقه اللي قراتها لي ولهم وقفه عند الله، انا ما ايوه قالت ايوه لي صح ولكم، قالت ولهم يا شيخ. وانا من هذاك اليوم هذا اليوم يعني حاسه انه اريد اوصل هاي الرساله بس ما اعرف عن طريق. اقل ما تفعله الان بعد هذا الفيديو ان تضغط اعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.